عندك وشو هذا بالزين ما شاء الله. الله بس بدون مشاورة هاي لا تنطلي بدون مشاورة ما تنشرهن عليك نظرونك كلت قرف 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 الصراحة مستانس على مساج مستانس مستانس مسهم بالخير ابو سميه مساء التحديات انا العسل البوسني يتحدون اي احد يقول انه مو طبيعي 100% يعطونه 10000 ريال ايش رايكم خلنا بتكلمكم عن العسل البوسني وليش هو افضل انواع العسل باوروبا طبعا انتاجهم ما شاء الله تبارك الله يصل الى 4000 طن السنه يقدرون يوصلون الى تخيلوا 10000 طن بسبب وش الموارد الطبيعيه عندهم تخيلوا 53% من مساحه البوسنه غابات طبيعيه واكثر من 290 نهر بدوله البوسنه واكثر من 2000 نبع استحوذ العسل البوسني على 90% من صادرات العسل من البوسنة العسل يا جماعة البوسني طبيعي 100% من شرق أوروبا من غابات وجبال كرميتش الواقعة في منطقة بيهاتش شمال البوسنة عاد يتميز بلوانه وطعمه ورائحته ما شاء الله تبارك الله العسل البوسني يا جماعة يتم تعبيته وتغليفه في البوسنة من المصنع للزبون على طول تخيلتوا وأيضا مسجل في هيئة الغذاء والدواء وخاضع لأعلى معايير اللي هي الجودة الأوروبية خل بعلمكم أنواع العسل اللي عندهم وبعطيكم العرض شوي هذا عسل الغابة غامق اللون مثل ما تشوفونه من أشجار السنوبرية من غابات طبعا البوسنة مثل الطلح يعني عسل الطلح وعسل السدر هذا عسل الأكاسيا عسل زهور من زهرة الأكاسيا يصلح للأطفال طبعا العرض يا جماعة كبير من عسل الغابة وصغير وكبير من عسل الأكاسيا وصغير بكم الحين بحط لكم العرض وترى لما نفاذ كمية العرض يعني لا يروح عليكم عندهم غذاء ملكة النحل مع العسل وحبوب اللقاح تركيبته وش هي غذاء ملكة النحل مثل المكتوب وعسل البوسني وحبوب اللقاح يمتاز وشو باحتواء العديد من الغذاء العناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم يعني وحبوب اللقاح وحبوب الطلع يحتوي وشو من 18 فيتامين و 25 معدن فاللي حاب يطلب هذا أو من العسل أبو توفيق لكم